بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي هنبدأ بيه بقى دلوقتي IIS Internet Information Service. ايه الانترنت انفورميشن سيرفيس ده بقى؟ ده اللي بيحول جهاز الكمبيوتر بتاعي لويب سيرفر. يعني ايه ويب سيرفر؟ يعني احط الموقع بتاعي عليه واي كلاينتس يقدروا ان هم يكونكتوا عليه اساسا يشوفوا الموقع. تمام؟ علشان احول جهاز الكمبيوتر بتاعي لويب سيرفر في كذا طريقه بالمناسبه، مش دي بس. انا ممكن اخطط بالاي اي اس ان هي نازله بيلت ان مع الويب سيرفر، او ممكن انزل تول كده اسمها اباتشي بس بنزلها داونلود واسطبها على جهاز الكمبيوتر بتاعي برده كده. انا فتحت عليه بورت 8 حولته لويب سيرفر. الاباتشي بالمناسبه ده اساسا من الويب سيرفر بتاع مين؟ بتاع لينكس. نازل منه فيرجن للويندوز، بنزله على الويندوز يا اشرف وبحوله لايه؟ لويب سيرفر. تمام؟ علشان احول جهاز الكمبيوتر بتاعي دلوقتي لويب سيرفر، بالمناسبه صحيح احنا دلوقتي لما هناخد الاي اي اس اللي نازل مع ويندوز سيرفر 2016 هو فيرجن 8، اي اي اس فيرجن 8. حاجه كمان، انا دلوقتي مش هركز قوي على الاي اي اس، انا هاخد منه حاجات بسيطه وشور الاي اي اس، لان كل ده تمهيد، لان كمان شويه هنشرح سيرفر اسمه ان ال بي. تمام؟ فانا مجهزه هنا مكانتين مسميهم ان ال بي 1 وان ال بي 2، والاثنين مخليهم ممبر من الدومين. فهاجي دلوقتي على ان ال بي 1 ده هحوله الويب سيرفر. انا كل اللي عملته عليه ان انا خليته ممبر من الدومين وضفت له كارتين شبكه، هعرفكم كمان شويه ليه الكارتين الشبكه دول. يبقى اول حاجه خالص هاجي هنا على مانج رولز، نيكست نيكست، واجي هنا احط اسطب مين؟ السيرفيس بتاعي الويب سيرفر. نيكست. تمام. الاي اي اس زي ما قلت لكم احنا هناخد الكشور بتاعته، بس هو في ديتيلز كتيره جدا جدا فوق ما تتخيل. طول ما احنا ماشيين كده هنبدا كل مره نتعلم، او كل شويه كده نتعلم في حاجه. علشان كده جايب لي هنا في فيتشرز كتير جدا تبعه. انا هقبل كود ديفولت، نيكست، انستول، لغايه ما ينستول بقى. هفتح كده ماي كمبيوتر تحت السي، ونعمل هنا فولدر كده مثلا ونسميه سي مثلا ويب 1. تمام؟ وجوه ويب 1 ده هعمل صفحه بسيطه تكست. تمام؟ ونحط جواه اي حاجه بسيطه كده، اي كان ده الموقع بتاعنا ويب 1. تمام؟ اهم حاجه عندي ان انا اغير الارتداد. اهم حاجه عندي ايه؟ ايوه HTML. يبقى هاجي هنا احط اصغر الارتداد. تمام؟ واسميه سي مثلا index.htm او HTML. المهم الامتداد يكون index او انا اسفه HTM او HTML. تمام؟ دبل كليك عليه كده. دي الموقع بعد كده اللي المفروض اشوفه. ويب 1. وادينا الشكل ده عشان اعمل HTML. بالظبط. افتتح بال H مايكروسوفت H. تمام؟ نشوف ده بقى كده السيرفيس اتخلصت ولا لسه. هوقف الفيديو بس لغايه ما تخلص. بعد ما اخلص كلوز. تمام. هاجي بعد كده على تولز وادخل على انترنت انفورميشن سيرفيس اي اي اس. باي ديفولت هلاقي في عندي هنا صفحه نازله باي ديفولت. تمام. اسمها ديفولت ويب سايت. اسمها ايه؟ ديفولت ويب سايت. تمام. الديفولت ويب سايت دي لو قلت له هنا ايديت بايندينج، عايز اشوف بس هي بتلسن على مين. هي يعني بتلسن على بورت 80 وبتلسن على اي اي بي للجهاز ده. هو الجهاز ده واخد اي بي كام؟ لا ده المكنه ممبر من الدومين دي اللي انا قلت لكم ضفت عليها كارتين، كارت منهم واخد اي بي 150 والكارت الثاني واخد اي بي 151. تمام؟ فلو جيت دلوقتي من مكنه الويندوز 10 بتاعتي، مكنه الكلاينت، الشكل ده ايه؟ في ويندوز 10؟ تمام. وجيت قلت له هنا انا عايز ادخل على http://100/100/1. كانت كام؟ 150. ده شكل الهوم بيج بتاعي الاي اي اس. انا طبعا مش عايز الصفحه دي، انا بس ده كتست فعلا ان السيرفر بتاعي ايه. يبقى كده بورت 80 اتفتح على السيرفر ده 150. مرحبا. تمام. مرحبا. طيب لو انا جيت دلوقتي كده على السيرفر بقى وعايز اضيف الموقع اللي انا عملته، الصفحه اللي انا عملتها، ريكومندد هدلل ده ريموف عشان ما يعمليش مشاكل، انا كده كده مش عايزاه. واجي على كلمه سايتس واقول له اد
ويب سايت. السايت بتاعي هسميه ايه؟ زي مثلا هسميه ويب 1، اي اسم ليا تمام. ايه الفيزيكال باث بتاعك؟ هبراوز هنا، انا كنت حاطاه تحت السي تحت الفولدر اللي اسمه ويب 1 تمام. ببراوز على الفولدر كله اوكي. قال لي دلوقتي انت عايزه تشتغلي ببروتوكول ايه؟ اتش تي تي بي ولا اتش بي اس؟ اتش تي تي بي، لان اتش بي اس لسه فيه اكسترا كونفيجريشن قدام قوي في اخر الكورس هنعملها باذن الله تمام. عايزه تلسني على انهي اي بي فيهم؟ لو انا ما حددتش اي بي معين انا كده بلسني على الاثنين. طب لو انا قلت له مثلا هلسن على الاي بي اللي هو 150 على بورت كام؟ 80 تمام؟ اوكي. لو جيت دخلت هنا على ويب وبعد كده دخلت هنا على ديفولت دوكيومنتيشن او ديفولت دوكيمنت، انا الصفحه بتاعتي سميتها ايه؟ index.html اللي هي دي صح؟ الاسم انا تعمدت ان انا اختاره اسم في الليست دي. طب لو انا دلوقتي كنت اخترت اسم الصفحه اللي هي الهوم بيج بتاعي، اسم مش موجود هنا، كان بايدي اساسا لازم هنا اقول له اد واكتب اسم الصفحه بالامتداد بتاعها، لان لو ما عملتش كده مش هيقدر تمام. انا تاني مش محتاجه ان انا اعمل الكلام ده، لان زي ما قلت لكم انا اخترت اسم موجود في الليست دي. ريكومندد بس ان انا اجي على الاسم ده واقول له موف اب، موف اب، عشان هو في البدايه بيبص على اول اسم، ما لقاش يبدا يبص على الثاني، فعشان اسرع العمليه بس شويه شويه تمام. لو جيت هنا ثاني على ماكينه التن وفتحت البراوزر http://192.168.1.150 دخل فعلا على مين؟ ويب 1 تمام. طب سي ان انا عايز اعمل موقع كمان على نفس السيرفر، والسيرفر ممكن ابطلش عليه اكتر من موقع، اعمل ايه؟ هدخل تحت السي مثلا ونعمل واحد كمان هسميه ويب 2 وتحت ويب 2 هكريت صفحه هوم بيج جواها مثلا هكتب ويب 2 والامتداد بتاعها اهم حاجه عندي index.htm ال. او اقول لكم هسميها مثلا ويب دوت اتش تي ام ال عشان اوريكم، بس لو ما حطيتش انا بايدي اسم المكان اسم الصفحه دي مش هيشتغل تمام. واجي بعد كده هنا على الاي اس على سايز كليك يمين واقول له ايه؟ اد ويب سايت. المره دي ما ينفعش ان انا اليسن على نفس الاي بي، لو تعالوا كده نكمل البيانات دي ويب 2 الفيزيكال باث تحت السي تحت ويب 2 تمام. هنا ما ينفعش ان انا اليسن على نفس الاي بي، ما ينفعش ان انا السيرفر بتاعي ابلش عليه موقعين مختلفين بنفس الاي بي ونفس البورت. لا، انت كان ممكن تيجي على كارت الشبكه بتاعته وتدي له اكتر من اي بي الكارت ذات نفسه تمام. هوريك دلوقتي ازاي تمام. فانا بس اليسن دلوقتي على ايه؟ عاطفه اي بي مختلف اوكي. لو جيت هنا على الكلاينت ده واخترت 151 اكسس دينايد. ليه؟ لازم اجي الاول على السيرفر ده واجي على ويب 2 ادبل كليك عليه اندكس واحطه هنا اد اد الصفحه بتاعتي انا كنت مسميها ويب دوت اتش تي ام ال اتش تي ام ال، لا انا كنت مسميها ويب بس تمام. لو جيت المره دي بقى هنا كده على ويندوز 10 وريفرش دخلني على مين؟ ويب 2 تمام. لو انا تاني حطيت الاثنين على نفس الاي بي ونفس البورت، واحد بس اللي هيشتغل والتاني هيديني رساله ايرور يقول لي السوكت دي مستخدمه اصلا لواحد فيهم تمام. طب سي دلوقتي ان انا عايزه الاثنين يلسنوا، عايزه الاثنين يلسنوا على نفس الاي بي، اعمل ايه؟ ممكن ساعتها كليك يمين على اي الويب 2 مثلا، وفي عندي هنا اوبشن اسمه ايديت بايندينج. ايديت ايه؟ بايندينج. هو ده بيلسن على اي بي كام؟ 150. طب لو قلت له ايديت انا عايزاه يلسن على اي بي 150، سوري بيلسن على 151 وانا عايزاه يلسن على نفس الاي بي بتاع مين؟ ويب 1. ما ينفعش. طب ليه حل؟ اه ممكن ساعتها اخليه يلسن على بورد مختلف، ممكن ساعتها اخليه يلسن على ايه؟ بنفس الاي بي، بنفس الاي بي. بس ساعتها بقى بص اليوزر وهو بيكونتاكت هنا هو كان على بورت كام؟ ثواني بس، هو على بورت كام؟ على اي بي كام؟ 150.
الديفولت ان هو داخل على بورت 8، لكن انا بايدي ساعتها لازم احدد البورت الجديد. دخلني فعلا على ويب 2 اهو. يبقى ما ينفعش ان اثنين سيرفر يدخلوا على نفس الاي بي ونفس البورت. تمام. يا اما على ايه؟ اي بي مختلف، يا اما على بورت مختلف. بالمناسبه يا عاطف، لو انت جيت هنا على السيرفر ده، انا قلت لك ان انا ضفت كارتين شبكه مش عشان كده على فكره، عشان لما بمهد دلوقتي للسيرفر اللي بعديه اللي هو النتورك لود بالانس. لكن كان ممكن تيجي على الكارت ده بروبرتيز تي سي بي اوفر اي بي مش واخد 150، تقول له ادفانسد اد، حط له كمان اي بي 151 150 100. يبقى ممكن تخلي الكارت الواحد لاكثر من اي بي، وهيستقبل كل الريبورتات بنفس على نفس الويب سايت بس على ايديات كده مختلفه وعلى نفس البورت. طب سيب دلوقتي بقى، انا عايزه الاثنين اساسا يكونوا بيلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت. على نفس الاي بي يا اشرف ونفس البورت، ليها حل؟ ازاي؟ هاجي على ويب 2 ايديت بايندينج ايديت، انا عايزه اشتغل على بورت 80. اصل هقول لك على حاجه بالعقل كده، اليوتيوب اكيد لما بيجي يدخل مش هيروح حاطط نقطتين فوق بعض والبورت الجديد، فدي حاجه مش منطقيه يعني. تمام. امال اتصرف ازاي؟ ممكن تحط له هنا هوست نيم، ممكن تحط له هنا ايه؟ هوست نيم. ايه الهوست نيم ده؟ بنشبهها كده بالالياس في دي ان اس. الالياس ده اسم بديل، بنشبهها بايه؟ الياس في دي ان اس، الاسم الطويل بتاع الريكورد عندي او بتاع السجل عندي في دي ان اس، ممكن اديله اسم بديل. تمام. سي مثلا هسمي دي دب 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 2.tshot.com على نفس البورت اهو، اوكي كلوز، واجي على ويب 1 ايديت بايندينج نفس الاي بي ونفس البورت، نفس الاي بي ونفس البورت صح، بس هخليه يرسم على دب 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 1.tshot.com. يبقى ده ليه اسم وده ليه اسم تاني، واضحه؟ وبعد كده هو اليوزر اصلا عارف مين هو دب 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 1 او دب 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 2؟ لا. يبقى لازم انت بنفسك تروح على الدي ان اس تول دي ان اس ده تي شوت اهو. تمام. دول بالمناسبه ان ال بي 1 وان ال بي 2 دول عباره عن ايه؟ لما انا حطيت كروت شبكه جديده اساسا على الاثنين عملوا ريجستريشن لنفسهم هنا، ادي 150 151 والمكنه الثانيه 160 161. تمام. هعمل هنا ريكورد جديد نو الياس. نو ايه؟ الياس. الياس ده قلنا ان هو شورت كات اسمه دب 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 1. بص اسمه التوتال بقى ايه؟ دب 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 دوت تي شوت دوت كوم. بيشاور على مين؟ براوز هيشاور على اللي هو الريكورد اللي الاي بي بتاعه 150 صح؟ بيشاور على مين؟ ان ال بي 1. طب ايه رايكم ان انا اقدر ان انا اعمل الياس كمان دب 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 2 على نفس الهوست ريكورد، على نفس ايه؟ راح فين الاي بي؟ ادي 150. تمام. يبقى تاني انا عندي ان ال بي 1 ده اسمه دب 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 1 وده دب دب 2 بيشاور على نفس الاي بي. تمام. لو جيت دلوقتي هنا بقى عند الكلاينت وقلت له اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش دب 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 دوت تي شوت دوت كوم 1 دخل على مين؟ ويب 1. تمام. طب لو قلت له هنا ويب 2 دب 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 2 دخل على مين؟ تمام. يبقى تاني البايندنج في الاي اي اس، يا اما لو انت عايز تعمل اكتر من موقع يعني، تمام، يا اما الاثنين يلسنوا على ايديات مختلفه على نفس البورت، يا اما الاثنين يلسنوا على بورت مختلف على نفس الاي بي، يا اما يلسنوا على نفس الاي بي ونفس البورت بس ايه؟ على الياس مختلف، على ريكورد مختلف. واضحه؟ تمام. كل ده انا بمهد لايه بقى؟ النتورك لود بالانس. ايه النتورك لود بالانس ده بقى؟ مش ده على
هو السيرفر بس نمبر من الدومين بس مش هيشرح لو اي حد لا 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 جهاز نمبر من الدومين عادي خالص وبيسمع في ال في البرايمر عادي جدا يعني دي ان اس بالظبط شغل تعمله دي ان اس نتورك لود بالانس ايه حوار النتورك لود بالانس بقى؟ لو انا دلوقتي عايزه يبقى في الشبكه بتاعتي هاي افيلابيلتي يعني ايه هاي افيلابيلتي؟ لو انا عندي دلوقتي موقعين موقع سوري والموقع ده وقع خلاص انتهت فبدل ما يبقى عندي موقع واحد انا ممكن اعمل ايه؟ موقع تاني تمام؟ والاثنين عليهم نفس الصفحه والاثنين عليهم ايه؟ نفس الصفحه بس انا مشكلتي دلوقتي ان لو جالي ادي ويب 1 وادي ويب 2 ده جهاز وده جهاز تاني خالص ويب 1 وعندي ويب 2 تمام الكلاينت دلوقتي انا عايزه دلوقتي اليوزر اللي يجي يدخل على الموقع مره يدخل على ده ومره واليوزر الثاني يدخل على ده يبقى انا عامله ايه لود بالانس ما بين الاثنين يبقى انا عامله ايه يا شباب لود بالانس ما بين الاثنين تمام والاثنين على نفس الموقع لا 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 ده جهاز وده جهاز اصل بص يا صلاح لو على نفس المكنه المكنه كلها طهر دور لو وقعت ما انا كده عملت ايه صح لكن تاني انا عايزه يبقى عندي سيرفرين مستقلين والاثنين عليهم نفس الموقع بس الفكره دلوقتي اليوزر اللي هيجي ده هيدخل على انهي اي بي فيهم يعني ده مثلا الاي بي بتاعه 192.168.150 وده 192.168.160 اليوزر ده لما يجي هيدخل على انهي موقع فيهم هيكتب 150 طب لو ده وقع هيكتب بنفسه 160 او حتى لو بيشاور على دي ان اس ريكورد هو الدي ان اس ريكورد بيشاور على مين اي بي فيهم فلو وقع مش هيديتكت تاني صح طب والحل بالمناسبه انا اقدر ان انا اعمل على فكره اللود بالانس ده عن طريق دي ان اس بعيد عن النتورك لود بالانس ازاي لو انا جيت هنا على المكنه بتاعت الاكتف دايركتوري عليها دي ان اس تمام لو جيت عملت كليك يمين على على اسم الجهاز بروبرتيز تمام هلاقي فيه هنا ادفانسد هلاقي باي ديفولت اساسا ان السيرفر بيعمل انيبل راوند روبن راوند روبن يعني سلسله متعاقبه راوند روبن يعني ايه سلسله متعاقبه فممكن ساعتها ان انا اعمل اثنين ريكورد بيشاوروا باسامي بنفس الاسم يعني بيشاوروا على اثنين اي بي مختلفين اعمل اثنين ريكورد بنفس الاسم بس بيشاوروا على مين؟ اثنين اي بي مختلفين اللي هو في حالتي 150 و160 ومره يبعت ده ومره يبعت ده بس ده مش الكومنت ليه؟ لان مثلا ال 160 لو وقع الدي ان اس مش هيديتكت ان الكلاينتس المفروض ما يبعتهمش تاني لل 160 فهيفضل يبعت لهم ريكوستات تمام؟ عشان كده دي طريقه مش ريكومندد مين الطريقه ريكومندد النتورك لود بالانس بس المشكله اللي انا واقع فيها تاني ان الكلاينت هيروح لده ولا هيروح لده والدي ان اس هيشاور على ده ولا هيشاور على ده فقال لك لا 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 الافضل بقى ان انا هعمل حاجه كده فيرتشوال ما بينهم هعمل ايه سيرفر فيرتشوال ما بينهم السيرفر الفيرتشوال ده هديله اي بي تاني خالص زي مثلا 1200 تمام الكلاينت هيروح لمين؟ للفيرتشوال ده للاي بي الفيرتشوال يعني هيكتب في البراوزر بتاعه الدي ان اس اللي بيشاور على الاي بي الفيرتشوال والاي بي الفيرتشوال في واقع الامر بيبعت لده مره لده ومره لده مره لده ومره لده طب لو واحد منهم وقع يبعت كل الريكوستات للتاني عنده القدره ان هو يديتكت اذا كان الجهاز وقع يبدا يبعت الريكوستات للتاني اسمه ايه بقى الفيرتشوال نتورك بوت هو ده تمام كده في اي مشكله في الجزء ده طيب عارف اقول لك يا اشرف الناس اللي وصلت للجزء ده في سيسكو فاكر الفيرست اوف ريدندنسي بروتوكول فاكرين الكلام ده لما كان بيبقى عندي اثنين راوتر في الشركه الكلاينت هتشاور على الجيت واي ده ولا الجيت واي ده طب لو ده وقع ازاي هعرف الكلاينت بتوعي ان هم يشاوروا على الجيت واي الثاني فكنا بنعمل فيرتشوال راوتر كنا بنعمل ايه فيرتشوال راوتر والفيرتشوال راوتر ده في الباك جراوند بيشاور على واحد منهم لو وقع الراوتر الاولاني يبدا يشاور على واحد تاني هو بيديتكت اساسا ان الاولاني واقع يبدا يبعت الريكوست لمين للتاني للراوتر التاني نفس الفكره بالظبط ما هو الراوتر الوهمي ده برده كنت بديله فيرتشوال اي بي هنا برده هكاري فيرتشوال سويتش فيرتشوال سوري سيرفر وهديله فيرتشوال اي بي وهيبقى له فيرتشوال ماك تمام طب تعالوا نتكلم اندكس بقى هنا شويه علشان دلوقتي اعمل كلاستر او في الاوفر كلاستر عشان اعمل هاي
availability. يعني ايه هاي availability؟ ان الشبكة بتاعتي ما تقعش. في عندي طريقتين. الطريقة الاولانية بنسميها stateful في الاوبر شباب شباب. والطريقة التانية لا استواني لك ايه بس يعني stateless في الاوف. تمام؟ الستيتلس في الاوبر ده اللي احنا بنسميه نتورك لود بالانس. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ نتورك لود بالانس. وده مناسب اكتر للابلكيشنز الستيتلس. ايه ده؟ هو انا عندي في الابلكيشنز بتاعتي في منها نوعين؟ اه، في نوع اسمه ستيتلس ابلكيشن وفي نوع اسمه ستيتفول ابلكيشن. ستيتلس ابلكيشن زي مين؟ زي الاي اي اس. هو دلوقتي الموقعين اللي انا هعملهم على الجهازين هيبقى فيه مختلف عن بعض ولا نفس الموقع؟ نفس الموقع صح. وعشان كده المناسب ليه النتورك لود بالانس. المناسب ليه ايه؟ النتورك لود بالانس. ده اللي بنسميه ستيتلس في الاوفر. لكن في نوع تاني ستيتفول في الاوفر اللي احنا بنسميه في الاوفر كلاستر. بنسميه في الاوفر كلاستر. ايه في الاوفر كلاستر؟ ده المناسب للستيتفول ابلكيشن. ايه الستيتفول ابلكيشنز دي؟ الابلكيشنز اللي عاده بيحصل فيها تغييرات كتير. زي مين؟ زي الداتابيز. زي ايه الداتابيز؟ هي الداتابيز على الجهازين المفروض تبقى واحده بيسمعوا بعض صح، بس مش باستمرار بايدت فيها. فممكن اكون عملت ايدت على واحد لسه ما عملش ريبليكيت على التاني. لو انا جيت دلوقتي اشغل النتورك لود بالانس عليها هلاقي بيرفورمانس غير اللي انا عايزاه. ان انا ساعتها مين المناسب ليه؟ فيتشر كده هناخده مع بعض ان شاء الله اسمه في الاوفر كلاس. اسمه ايه؟ في الاوفر كلاس. يبقى تاني، اي ابلكيشنز في الدنيا في عندي نوعين اللي هما ستيتلس، ده اللي التغيير فيها على السيرفرين مفيش عاده تغيير. زي مين؟ زي الاي اي اس، زي الريموت ديسكتوب. تمام؟ ده اللي التغيير فيها ما بيبقاش كتير. انما الستيتفول ابلكيشنز زي ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال الداتابيز. ده ايه المناسب ليه؟ في الاوفر كلاس. مع الفرق بقى الستيتلس في الاوفر بيعمل ايه؟ بيوزع الحمل راوند روبن. بيوزع الحمل حبه من الريكوستات يروحوا للسيرفر ده وحبه من الريكوستات يروحوا للسيرفر التاني. لكن الفيل اوفر كلاستر بيبعت الريكوستات على سيرفر واحد بس، لو وقع يبدا يبعت الريكوستات على التاني. يبدا يبعت الريكوستات على مين؟ التاني. فاللي هنركز عليه النهارده ان شاء الله اللي هو مين؟ النتورك لود بالانس. تمام؟ انا هنا دلوقتي عندي اوريدي نتورك لود بالانس 1 وعندي هنا عليه موقع. ده خلاص انا مش محتاجاه بقى. ريموف يس. ادخل بس على ده كده edit binding. edit هو كده بيلسن على بي 150 على بورت 80. تمام؟ علشان كمان شويه ان شاء الله ده هيتغير. اللي انا بعمله ده هيتغير لان باذن الله بعد ما اعمل النتورك لود بالانس، مش انا قلت لكم هيبقى عندي سيرفر فيرتشوال ودي اي بي، هعمل اديت هنا بحيث انه يلسن على الاي بي الفيرتشوال اللي هيتكتب. تمام؟ نقوم بقى المكنه الثانيه ونعمل عليها نفس الكلام. اوقف بس التين دي خلاص بقى مش عايزاها دلوقتي، عشان كده انا هبقى معمومه ثلاث مكانات. هسطب عليها برضو مين؟ الاي اي اس واعمل عليها موقع. طبعا المفروض ان هو نفس الموقع هنا هو نفس الموقع هنا، بس انا بس فور ديمونستريشن بيربز هخليهم موقع هنا هسميه ويب 1 وموقع ثاني هسميه ويب 2، عشان بس واحنا داخلين من الكلاين ابقى عارفه انا دخلت على انهي واحد فيهم. انما الصح هو نفس الموقع. تمام؟ دي المكنه الثانيه. كل اللي انا عملته عليها كارتين شبكه، واحد واخد اي بي 160 وواحد ثاني واخد اي بي ديتيل 161. تمام؟ هنسطب هنا عليه التول بتاعت الاي اي اس او السيرفس بتاعت الاي اي اس. بالمناسبه مش شرط يبقى كارتين شبكه بس الكومنت. تمام؟ هقول لكم امتى تحطوا كارتين شبكه وامتى مش شرط ان انتوا تحطوا كارتين، بس الافضل يبقى في عندي كارتين. هدخل هنا تحت السي نيو فولدر واسميه ويب 2 مثلا، وجواه هعمل صفحه كده
اسميها ويب 2. وصل كده الامتداد واسميها مثلا index.html. يس. على ما ده يسطب هروح بقى على السيرفر ده على الاثنين NLP1 و NLP2. هسطب على الاثنين سيرفيس او فيتشر من الدقه اسمها نتورك لود بالانس. على الاثنين هسطب فيتشر اسمه ايه؟ نتورك لود بالانس. Add routes and features. Next. Next. تحت خالص هلاقي فيه هنا network. لا ما يجيبها بقى. MN. Network loop balance. Next. Install. ونفس الكلام هناك برضو. تمام. نخلص ده بس. طيب انا هوقف الفيديو دلوقتي تمام لغايه ما يخلص واسطب النتورك لوب بالانس واحطه الموقع. اوكي انا اخلص ما لحقتش. نحط بقى كده الموقع الاول IIS. هذا اللي دي مش عايزاها ريموف. تمام. اد ويب سايت. الموقع بتاعي سميه مثلا ويب. الفيزيكال بس انا حطاه تحت السي تحت ويب 2 واخليه لسن على 160 على بورت 8. تمام. اوكي وادخل عليه بعد كده ديفولت دوكيومنتيشن. اتاكد بس ان الاندكس دوت اتش تي ام ال هي اللي اب مش شرط بالمناسبه. تمام كده خلاص المفروض ان هو الموقع ده اشتغل. هاجي بعد كده على مانج اد رول نيكست وسطب الفيتشر بتاع النتورك لود بالانس. انستول فينيش. يخلص هنا برضو وبعد كده ايه هشغل الفيديو تاني ونشوف هنعمل ايه. خلص هنا اهو. تمام. هاجي بس على المكنه بتاعت طبعا انا مش عايزه اقوم مكنه تانية دلوقتي عشان الدنيا هتقع معايا. وطبعا لو جيت اشغل البراوزر هنا اساسا على مكنه الاكتف دايركتوري. نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلت له http://100 168 دوت 1 دوت 150 ويب 1 وعلى 160 دخلني على ويب 2. تمام كده. طيب تعالوا الاول بقى النتورك لود بالانس. هاجي على اي مكنه من الاثنين اي واحده من الاثنين. بالمناسبه ساعتها ممكن ان انا امانج من جهاز ثالث خالص. تمام. هفتح هنا تولز وادخل على نتورك لود بالانس مانجر. هدخل على ايه؟ نتورك لود بالانس مانجر. باي ديفولت هو فاضي خالص وما فيش اي حاجه. هكليك هنا يمين واقول له ضيف لي نيو كلاستر. ايه الكلاستر ده؟ مش احنا اتفقنا ان فكره النتورك لود بالانس ان هيبقى عندي هنا جهازين سيرفرين وكريت لهم واحد فيرتشوال. صح. ممكن نضيف اكتر من سيرفر بالمناسبه. لغايه كام؟ لغايه 32 سيرفر. لغايه كام؟ 32 سيرفر واحطهم كلهم في كلاستر واحده. واحطهم كلهم في ايه؟ في كلاستر واحده. فمطلوب مني هنا دلوقتي ان انا اكريت كلاستر اللي هتجمع الاثنين دول مع بعض. قال لي طب اول سيرفر انت عايزه تكونكتي عليه اللي هو مين؟ 192 168 دوت 1 دوت. مش انا قلت لكم ريكومندد ان انا يبقى عندي كارتين شبكه؟ ليه؟ واحد للمانجمنت وواحد للكلاستر. واحد للمانجمنت وواحد ايه؟ للكلاستر. اللي للكلاستر ده التو سيرفرز عن طريقه هيبداوا ان هم يبعتوا لبعض هارت بيت. هارت بيت اللي هي في لغه سيسكو بنسميها هيلو. حاجه زي هيلو. قريبه من ال اس. لا هيلو مش ال اس اس. تمام؟ هيلو كده بتتبعت ما بين الاثنين. كل قد ايه؟ كل 5 ثواني. كل 5 ثواني يبعتوا لبعض هيلو عشان لو واحد وقع الطرف الثاني او الكلاستر يديتكت كده ان السيرفر ده وقع يبدا يبعت ريكوستات للسيرفر الثاني. تمام. وبالمناسبه لو في 5 هيلو او 5 هارت في فقدوا يعني 25 ثانيه بنعتبر كده ان السيرفر ده وقع. لو السيرفر بطل يبعت هارت في لمده 5 مرات يعني بعد 25 ثانيه بيعتبروا ان هو ايه؟ داون. تمام.
طب انا دلوقتي عايزه الاي بي بتاع مين؟ 151 كونكت كده. شباب شباب قال لي انت عندك كارتين اهو 150 و151. 150 ده اللي انا عن طريقه اساسا بمانج الشبكه ومشغل عليه الاي اي اس، فانا هخلي دلوقتي الكلاستر بتاعي يشتغل على الاي بي اللي هو 151، لان بالمناسبه بعد ما اشغل عليه الكلاستر هفقد الكونكتيفيتي عليه، لا اعرف ابند عليه ولا ادخل عليه ولا اي حاجه خالص، لان هو كده اتحجز لمين؟ للنتورك مثلا. تمام؟ نكست. قال لي هو ده الاي بي اللي انت عايزه تشتغلي عليه؟ اه. طب البريورتي بتاعت السيرفر، ايه البريورتي بتاعت السيرفر ده؟ مش انا ضايفه سيرفرين؟ وقلنا ان انا اقدر اضيف لغايه كام؟ 32. تمام؟ ايه البريورتي ده بقى؟ دلوقتي انا عامله النتورك لود بالانس بتاعي هشغل على بورت كام؟ 80، عشان انا هشغل جواه اي اس سيرفرز، فانا هحدد ان السيرفرات اللي جوه هتشتغل على بورت 80. طب بقيه الانديفايند بورت لو انا عندي بورتات ثانيه انا مش محددها، بقيه البورت كلها انا هحدد بورت 80، بقيه البورت كلها سيرفر فيهم هيبقى ليه بريورتي اعلى، سيرفر فيهم هيبقى ليه ايه؟ بريورتي اعلى، يعني معنى كده ان الكلاستر هتبعت له ريكوستات اعلى. انهي واحد فيهم اللي ليه رقم اقل؟ البريورتي كرقم الاقل، الرقم الاقل بيدي بريورتي اعلى. تمام؟ يبقى ده كده واحد، واحد يبقى ايه؟ بريورتي ايه؟ هو ده الاي بي اللي انت اساسا شغال عليه؟ اه. اقدر ان انا اد اديت ريموف. تمام؟ طيب بيقول لي هنا الانيشال هوست ستيت ستارتد ولا ستوب ولا سسبندد، يعني ايه؟ افرضوا دلوقتي ان الكلاستر بتاعي او السيرفر بتاعي ده لاي سبب من الاسباب طلع من الكلاستر وبعد كده دخل ثاني اشخاص. السيرفر ده لاي سبب من الاسباب طلع من الكلاستر، اترست على سبيل المثال، اول ما بيقوم هيبدا انه يدخل ثاني على الكلاستر. اول ما يدخل في الكلاستر حالته هتبقى ايه؟ ستوب، ويشتغل ويخدم على الناس على الكلاستر. ستوب يبقى معنى كده ها وقف مش هيخدم على الناس، يبقى الكلاستر مش هيبعت له ريكوستات. تمام؟ سسبندد، سسبندد يعني ايه؟ واقف. سسبندد يعني ايه؟ واقف. بس بص هنا بيقول لي ايه؟ ريتين سسبند ستيت افتر كمبيوتر ستارت، يعني ايه؟ افرض لاي سبب من الاسباب ان السيرفر ده كان بيتعامل عليه مثلا ويندوز ابديت، ما هو الويندوز ابديت بيخلي السيرفر بتاعي يرست كذا مره، صح؟ لو هو هيرست كذا مره انا عايزاه مش بعد كل ريستارت يقوم ويقع تاني، بعد كل ريستارت يقوم ويقع تاني، لا انا عايزاه يخلص كل الريستارت بتاعه وبعد كده يدخل في الكلاستر، فاختار ايه؟ سسبند. اختار ايه؟ سسبند. اول ما يخلص كل الريستارت اللي مطلوب منه، ثواني بس، اول ما يخلص كل الريستارت اللي مطلوب منه كده ايه؟ هيدخل عندي ويشارك تاني في الكلاستر. تقدر بقى فعلا يا اشرف تحط علامه صح هنا عشان يفضل سسبند ما يخدمش. تمام؟ انا هخلي حالته دلوقتي ستارتد نكست. طب ايه هو بقى اي بي الفيرتشوال؟ حطي لي الاي بي الفيرتشوال اللي الناس المفروض يدخلوا عليه. فاقول له ايه؟ ادي له الاي بي اللي انت عايزه، زي مثلا 192.168.200 اللي الصديت ماسك بتاعه كذا، وتقدر ان انت تشغله برده على اي بي فيرجن 6، وتقدر كمان ان انت تجنريت اي بي فيرجن 6 لينك لوكال سايت لوكال جلوبال، فاكرين ده؟ تمام اوكي. نكست. مش هو ده الاي بي بتاع الكلاستر؟ صح. اصل بالمناسبه باك كان اقدر ان انا اضيف اكتر من فيرتشوال اي بي للكلاستر، اقدر ان اضيف ايه؟ اكتر من فيرتشوال اي بي للكلاستر. نكست. ده الاي بي بتاع النتورك لود بالانس، وده السبنت ماسك بتاعه. شفتوا الاليس من شويه اللي انا كنت عملته في الدي ان اس اللي هو بالنسبه سوري للاي اي اس؟ ده حاجه زي ممكن ان انا برضه اديله هنا اس، مثلا اسمي الكلاستر بتاعي ده 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 دوت تي شوت دوت كوم، وساعات اعمل له اسم جوه مين؟ الدي ان اس، اعمل له ريكورد جوه الدي ان اس. تمام؟ النتورك ادرس ايه ده؟ مش ده ماك؟ مش دي كلمه ماك؟ قال لي هنا انا عندي ثلاث انواع من المودز ممكن اشتغل بيهم، يونيكاست، مولتي كاست، اي جي ام بي مولتي كاست. ايه الفرق ما بينهم؟ دلوقتي كل مكنه من المكن ده هيبقى عليها اي بي وهيبقى عليها ماك، زي مثلا ده اي بي 1 وده ماك 1، والسيرفر ده عليه اي بي 2 وعليه ماك 2، والسيرفر الرئيسي خالص اللي هو الفيرتشوال، الحاجه الفيرتشوال اللي اتكريت دي هيبقى عليها اي بي وهيبقى عليها ماك، ويبقى لها ايه كمان؟ ماك اللي احنا شفناه ده. تمام؟
لو انا اخترت دلوقتي الاوبشن بتاع يونيكاست، يونيكاست يعني ايه؟ يعني الكلاستر هيمسح الماكات اللي موجودة عندي على الاجهزة دي ويحط ماك مين؟ يعني معنى كده ان الاجهزة بتاعتي هتلسن على ماك 3 بس بالكروت اللي انا اخترتها. تمام؟ معنى كده ان لو انا كنت ضفت كارت واحد بس، لو انا كنت ضفت كارت واحد بس، الكارت الواحد بس على كل جهاز هيلسن على الفيرتشوال ماك. تيجي انت تكونكت عليه مش هتعرف، لان هما الاثنين ليهم نفس الماك. وعشان كده انا تعمدت ان انا اضيف لكل كارت فيهم كارتين، كارت فيهم علشان هيتشال من عليه الماك ويتحط الماك اللي هو ماك 3. تمام؟ وكارت فيهم هسيبه بالماك بتاعه عشان انا اقدر ان انا امانج السيرفر ده. صح؟ لو انا كنت حطيت كارت واحد بس بالمناسبه واخترت الاوبشن بتاع يونيكاست، بالمناسبه حتى الكلاستر اصلا مش هيقوم، الكلاستر اصلا مش هيقوم، لان السيرفر فيهم هيحاول يكونكت على التاني مش هيقف، الاثنين بقوا في نفس الماك. تمام؟ لو انا اخترت الاختيار بتاع مولتي كاست، يبقى معنى كده ان كل كاست فيهم هيبقى له اي بي، انا اسف، هيبقى له الماك بتاعه وهيلسن كمان على الفيرتشوال ماك. يبقى بالمناسبه ساعتها اقدر ان انا اختار ايه؟ او اقدر ان انا اضيفه على الجهاز كارت واحد بس، لان كل كارت فيهم هيبقى له الماك بتاعه هيحتفظ بيه وماك تاني بس ده مش ركومنت. ليه؟ لان معنى كده ان الكارت عمال يلسن على اتنين ماك، الكارت الواحد عمال يلسن على اتنين ماك وبيسند الاتنين ماك دول للسويتش، فبيعمل فلاد للشبكه. تمام؟ تكنولوجيا المولتيكاست احنا عارفين عليها ان الواحد بيبعت لمجموعه من الاجهزه. تمام؟ لو انا اخترت اي جي ام بي مولتيكاست، تمام؟ اي جي ام بي ده بروتوكول انترنت جيت واي مسج بروتوكول، ده بروتوكول مسؤول عن المولتيكاست، هو نفس ده بالمناسبه، بس الفرق ان انا بشغل ساعتها بروتوكول اسمه اي جي ام بي. عيبه ان مش كل اجهزه الشبكه بتسبورت الاي جي ام بي، لازم اجهزه معينه هي اللي تكون بتسبورت الاي جي ام بي. وحتى لو الاجهزه اللي عندي في الشبكه والسويتشز والراوترز بتسبورت الاي جي ام بي، لازم اكسترا كونفيجريشن تتعمل على النتورك ديفايسز دي عشان يسبورت المولتيكاست. تمام؟ فاحنا هنختار ايه؟ اليونيكاست، طالما كده كده انا ضفت كارتين شبكه. تمام؟ نيكست. قال لي دلوقتي انت بتلسني على انهي بورت؟ من 0 لغايه 65000. طب تعالوا اديت في ده كده تاني، مش احنا اتفقنا ان الكلاستر ممكن اكون حاطه لها اكتر من فيرتشوال اي بي؟ لو شلت علامه الصح دي انا ما عنديش غير واحد. تمام؟ ساعتها ممكن اختار واحد بس. طب لو حطيت علامه الصح وانا كنت ضايفه اكتر من واحد، انا كده بلسن عليهم كلهم، الريبورتات هتجيلي على كل الفيرتشوال اي بي. تمام؟ طب رينج الاي بيات بتاع رينج البورتات كام؟ انا كده بخلي الكلاستر تلسن على كل البورت. لا، انا هخليه يلسن على بورت كام؟ 80 بس كفايه، هخليه يلسن على بورت كام؟ طب بقيه البورت معنى كده ان الكلاستر بتاعتي مش هتلسن عليها؟ لا، هتلسن عليها. فاكرين البريورتي؟ لما قلنا ان انا هدي بريورتي اعلى لل undefined بورت. تمام؟ انا هشغل تي سي بي ولا يو دي بي؟ هو طبعا الاتش تي بي شغال تي سي بي، بس انا هسيبه بورت مش فارقه يعني. تمام؟ ركز بقى هنا. مالتيبل بورت يعني التو سيرفرز هيشتغلوا، الكلاستر مره يبعت ريكوست للسيرفر الاولاني، النود الاولاني بنسميه نود بالمناسبه، كل سيرفر بنسميه نود. تمام؟ الكلاستر مره هيبعت ريكوست للنود الاولاني، والريكوست الثاني يبعته للنود الثاني، الريكوست اللي بعديه للنود الثالث، والريكوست اللي بعده بيشغل الاثنين، بيشغل ايه؟ الاثنين. لو انا قلت له سنجل هوست، يبقى الريكوستات كلها هيبعتها لمين؟ على واحد بس. مين؟ اللي ليه بريورتي يعني. طب ولو وقع؟ يبعت التاني. صح؟ يبقى انا في عندي افيلابيلتي، لو واحد وقع التاني موجود، بس ما بيعمليش نود بالانس ده، ما بيعمليش نود بالانس. الاوبشن الاخراني ديسيبل ذا سبورت رينج، كده انا مش عايزه ده، هديسيبل الرينج ده، وبعد كده معناه ان الكلاستر هيلسن على بقيه البورتس اللي انا مش معرفاها. تمام؟ انا اختار مين؟ مالتيبل بورتس. افينيتي، افينيتي يعني انجذاب، حاجه بتنجذب لحاجه. بمعنى الريكوست دلوقتي لو انا اخترت نون، الريكوست احنا اتفقنا انه هيجي للكلاستر، الكلاستر هيبعت الريكوست الاولاني لده. تمام؟ اليوزر ده عند يوزر اهو. تمام؟ داخل على مين؟ الكلاستر، الكلاستر بعته لنود 1. حصل بعد كده تايم اوت للسيشن دي، السيشن فصلت ورجعت تاني، يقوم الكلاستر يعمل ايه؟ لو انا اخترتها نن، ممكن قوي قوي الريكوست بعد كده بعد ما يتعمل له ريسيوم يدخل على ايه؟
نود تاني جوه الكلاينت. مفيش انجذاب. الكلاينت لو السيشن فصلت وهو شغال، السيشن فصلت ما بينه وما بين اي نود منهم، اول ما السيشن ترجع تاني ممكن الكلاستر يبعته على اي واحد تاني. وايه المشكله تاني؟ عادي مش مشكله طالما الاثنين عليهم نفس السايت. تمام. لو انا اخترته دلوقتي الاوبشن التاني اللي هو سنجل، سنجل يعني ايه؟ يعني دلوقتي رجع. ايوه السيشن دي لو فصلت ورجعت تاني يبقى ده معناه ان اليوزر بتاعي او الكلاستر بتاعتي هتاخد نفس السيشن تبعتها لنفس السيرفر. تبعتها لمين؟ لنفس السيرفر. اقول لك بقى عده ايه ده. انا هقول لك عده ايه اللي انا اختارها فين. اغلب الشركات بيبقى عندها بروكسي سيرفر، زي مثلا مين؟ زي تي ام جي. زي مين؟ التي ام جي. انا عندي تي ام جي 1 وعندي تي ام جي 1 وعندي تي ام جي 2. شركه كبيره شويه تي ام جي. تمام. الفاير وول بتاع التي ام جي اساسا ده بيشتغل كمان ككاش سيرفر. بيشتغل كايه؟ او بروكسي. انا اسفه، بروكسي سيرفر. بروكسي يعني ايه؟ كلمه بروكسي معناه انه بياخد الريكوست من هنا من الكلاينت، دول متوصلين هنا في اللين على نفس السويتش، وانا عندي هنا البي سي بتاعي. تمام. بروكسي سيرفر معناه انه بياخد الريكوست من الكلاينت، يشيل الاي بي بتاعه ويحط الاي بي بتاعه هو كنوع سكيورتي. يشيل الاي بي بتاع اليوزر اللي عندي في اللين ويحط اي بي مين؟ بتاع التي ام جي سيرفر هو ذات نفسه كنوع سكيورتي. تمام. الاثنين هنا تي ام جي 1 وتي ام جي 2 متوصلين اوفر الانترنت. تمام. لو انا اخترته دلوقتي هوست، لو انا اخترته هوست، اليوزر ده البي سي طالع عن طريق مين؟ تي ام جي 1. تمام. السيشن حصل لها ديسكونكت، حصل لها بعد كده ريسيوم. على فكره ممكن قوي الريسيوم يمشي عن طريق تي ام جي 2، ممكن يحصل لها ريسيوم عن طريق مين؟ تي ام جي 2. يبقى الكلاستر ساعتها مش حاسس انه نفس الهوست، مش حاسس ان ايه نفس الهوست ده، حاسس ان هو هوست جديد. تمام. يبقى ممكن كده انا عرضه لنفس السيشن مره على السيرفر ده ومره على السيرفر ده. تمام. الاوبشن الثالث بقى قال لك تحلل المشكله دي، انا ممكن اختار نتورك. نتورك يعني ايه؟ يعني بيبص على اول 3 اوكتت، بيبص على اول 3 اوكتت. ده مثلا الاي بي بتاعه 11 0 0 اوفر مثلا 30. الاثنين ده دوت 1 وده دوت 2 على سبيل المثال. تمام. طالما الريكوست جاي له من 11 0 0 ايا كان بقى جاي من دوت 1 ولا دوت 2 هيبعته على نفس الهوست، على نفس السيرفر، على نفس النوت. بص على اول 3 اوكتت. ها اللي هو مين اللي هو؟ واحد فيهم يقع. طب ايه يعني؟ ما هو كده كده اساسا الريكوست هيعدي على طريق واحد تاني. ايه ايوه ماشي، نفس الفكره فعلا. هي ده اللي بتكلم فيه. ايه الفرق بقى دلوقتي لما يرجع؟ استنى اوقف الفيديو وتشوف عايز ايه. طيب تايم اوت ان مينتس، ايه التايم اوت ان مينتس ده؟ واخدين بالكم ان هي في نان قفل؟ ليه؟ الريكوست هيجي لي، احنا قلنا في نان ايه اللي هيحصل؟ الريكوست هيجي لي الكلاستر كل مره هيبعته على نوت شكل. تمام. انما هنا في سنجل ده معناه ان الريكوست لو جالي من كلاينت وتعمل ديسكونكت للسيشن دي. تمام. لما يجي الكونكشن تاني المفروض ان انا هبعته على نفس النود. بس لو حصل تايم اوت بقيمه معينه سي مثلا 1 مينت 2 مينت، يبقى ده معناه ان انا كده طالما السيشن جاي لي من نفس النود، لا انا ممكن ابعتها على نود ثاني. ممكن ابعت السيشن او الريكوست على مين؟ نود ثاني طالما عدى التايم اوت. تمام. انا هختاره دلوقتي سنجل مثلا. اوكي. او تعالوا نختاروا نان عشان مره يبعت هنا ومره يبعت هنا. اوكي. فينش. لو جيت هنا دلوقتي كده عليه لقيته بيقول لي بيندنج، لقيته بيقول لي ايه؟ بيندنج. اصبر عليه لغايه ما يخلص. لو خلص وكل شغلي تمام المفروض تظهر تحت ستيتس دي كونفرجنت، تظهر كلمه كونفرجنت يعني خلاص كده الدنيا بقت ايه؟ سليمه وستيبل ومفيش فيها اي مشكله. كده انا ضفت واحد لسه الثاني. كده انا ضفت ان هي 161 صح؟ هضيف بقى 151. تمام؟ كده كونفرجد اهو وده الاي بي بتاعه، او انا ضفت ال 151. هاجي على نفس شباب شباب
انا ضفت كده ال 151 هاجي هنا على كليك يمين واقول له اد تو اد هوست تو كلاس عايز اضيف واحد تاني تمام مين هو 168.168.161 تمام اختار انهي اي بي فيهم ال 161 نيكست البريوريتي واحد اختفت صح ستارتد والكلام ده كله ايديت تمام واخدين بالكم ان ظهر هنا اوبشن اسمه ايكوال حاجه اسمها ويت ايه الويت ده وزن احنا قلنا باي ديفولت دلوقتي الكلاستر هتبعت ازاي راوند روبن ريكوست هنا ريكوست هنا طب انت عندك سيرفر منهم قوي كده وعافي وعايز تديله ريكوستات اعلى اديله ويت اعلى اديله ايه ويت اعلى هيبدا هو الكلاستر ذات نفسه يعمل عمليات حسابيه بحيث ان يدي ريكوستات اعلى للسيرفر اللي الهاردوير بتاعه اه ايه ما تشيل دي هنا وتختار كمان اللي انت عايزه ايكوال يبقى هما الاثنين زي بعض ايوه ايكوال يبقى راوند روبن واحد هنا وواحد هنا تمام فينش برضو بيقول لي هنا بيندنج دلوقتي كمان شويه يبقى كونفرجنت تمام لغايه ما يقوم كده لو جيت دلوقتي على كارت الشبكه اللي هو ايثرنت 2 ده ايثرنت 1 بص ظهر عندي هنا ايه بالمناسبه هو حاطط عليه علامه صح مش كده هو دي انا نسيت اوريها لكم لما تطبقوا انتوا الباب ده اول ما بسطت بالرول اول ما بسطت بالفيتشر بيظهر لي السطر ده بس ما بيكونش جنبيه علامه صح بعد ما بخلص انتجريشن بيظهر السطر ده ويظهر علامه الصح تمام ولو دخلت هنا على تي سي بي اوفر اي بي بروبرتيز ادي اصبر بس ادي الاي بي اهو ولو دخلت على ادفانسد لقيته بيلسن على اي بي كمان ها واضح كده يا عاطف تمام طبعا لو جيت على الكارت الثاني لا نفس الحكايه ليه مش ده اللي انا ضفته في الكلاستر ده مش ده اللي انا ضفته في الكلاستر حتى النتورك دول بالانس اهي مش موجود عليه علامه صح انا ما عملتش كونفيجريشن عليه تمام ونفس الكلام هناك لو رحت على نتورك لود بالانس 1 لو جيت هنا على كارت الشبكه ايثرنت 1 بروبرتيز سي سي بي اوفر اي بي ادفانس لقيته بيلسن على مين؟ ممكن هو كمان تمام تعالوا نشوف بقى كده بقى كونفرجت ولا لسه الاثنين كونفرجت بس تمام هقيدت بقى في الاثنين في الاي اي اس ازاي؟ الاي اي اس دلوقتي راح فين؟ تولز اي اي اس هخلي الويب سايت بتاعي لسن على مين دلوقتي؟ بالظبط انا جبت التايهه ايديت بايندنج تمام ايديت مش هخليه لسن ده على 60 ولا الكلام ده هخليه لسن على 200 وهناك نفس الكلام ان ال بي 1 تحت اهو ايديت بايندنج ايديت هخليه لسن على 200 تمام واعمل له ريكورد حوار ايه بس ده ده اهلي في الصرف ولا ايه؟ هو هيك كده بس هو مش صعب وهيك بس طيب هعمل له هنا بقى ريكورد هخليه يشاور على مثلا هسمي السيرفر ده دب 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 كوبيشن دوت كوم هيشاور على 168.168.200 يبقى 200 دلوقتي لو جيت دلوقتي انا بقى على موقع هكتب له هنا في الاخر ايه؟ دخلني على ويب 1 طب تعالوا نرفرش كده وكده مكيش نجرب نفتحه تاني احنا كنا قلنا دب 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 دي شورت تكون ويب 1 هو بيصر على ويب 1 متقلش تمام في اي مشكله في الجزء ده لو جيت دلوقتي على الويب سيرفر على الويب بالانس سوري مانجر كليك يمين ديليت هوست تمام هوست بروبرتيز لو قلت له هنا اديت
بتشتغل. لو جيت انا على اسمها ايه بورت رول وقلت له اديت، شوفوا ده اقدر اديت هنا ولا لا؟ اه تمام. ادي بريوريتي اعلى لواحد فيهم صح. ولو جيت هنا كليك يمين وقلت له هنا بروبرتيز كلاستر بروبرتيز بورت رول اديت، الاوبشنز دي كانت ديمد هناك على مستوى النوت ذات نفسها، كانت الاوبشنز دي ايه ديمد. لكن هنا اه طبعا انا ميه، فلو حبيت ان انا اديت فيها، وبالمناسبه ساعتها لو انا عملت اديت فيها هيكونفرج اصبر لغايه ما يكونفرج بقى، بدل كلمه كونفرج دي هيصير بيندنج، وان هو لسه بيبند بقى او هو بيكونفرج. اه تمام. يبقى على مستوى النوت ذات نفسها في بعض البروبرتيز وهو بيسمع هناك. بص هقول لك على حاجه، هناك في النتورك لود بالانس اللي هنا، لو انا جيت فتحت تولز نتورك لود بالانس واحد فين مانجر، اصبر يا عم اهو ظهر اهو، انا ما عملتش فيه حاجه، هو اخد منين؟ من هناك صح؟ طيب لو جيت هنا تاني كده، قلنا تاني في بعض البروبرتيز على مستوى بوست بروبرتيز على مستوى النودز نفسها ما بقدرش ان انا اعدل فيها. تمام. لو حبيت ان انا اعدل فيها بعدل على ايه؟ على مستوى كلاستر. تمام. في اي مشكله كده؟ لكن في بعض الحاجات برضو ايه ما بقدرش ان انا اديت فيها. خلاص. اخر حاجه عايزه اتست فعلا النتورك لود بالانس بتاعتي شغاله ولا لا. ما انا كل ما بدخل من الكلاينت، كل ما بدخل من اللي هي المكنه بتاعت اللي هي الاب دايركتوري دي، بيدخلني على مين؟ ويب 1 صح. فهاجي على ويب 1، ويب 1 دي اللي كانت ايه؟ نتورك لود بالانس 1 صح؟ هكليك يمين عليها هنا واقول له ستوب. قبل ما اقول له ستوب تعالوا نشرح بس شويه الحاجات دي. ستارت اكيد واضحه، ستوب معناها وقف لي اللود بالانس دي دلوقتي. تمام. وفي درين ستوب، ايه الفرق ما بينهم؟ ستوب يعني لو في سيشنات مفتوحه دلوقتي على اللود دي هيديسكونكت ومش هيخدم تاني. درين ستوب معناه ان لو في ريكوستات دلوقتي داخله على السيرفر ده هيخلص الاول يخدم عليهم ويخلص الاول سيرفيس عليهم، وبعد كده الريكوستات الجديده مش هيسيرف عليهم. تمام. فانا اقول له هنا كده ايه ستوب، نروح نفتح حاجه. ايوه. لو جيت دلوقتي على المكنه دي اصبر، لان ممكن يكون الموبايل بتاعه مكانش. لا عادي اصبر بس على شويه. لسه لسه ما عملناهاش ديتكت. انا البراوزر ما كانش نقفله. ليش ما www.tshot. الو هو كبيرها هحتاج ريستارت للسيرفر ده بس يعني. شباب شباب طبعا ده المايك سوفت اتش ده العادي بتاعنا يعني. تمام. كروز يعني انت مصر ولا ايه؟ انا بروح شايله الكاش بتاعه اصلا من البراوزر، بس مني مش بتعامل مع ده خالص، بقعد ادور بقى وبقعد افتكر اجيب براوزر كتير واعمل يا عم خلاص. انا ممكن اعملها بطريقه ثانيه اهي، اجي اساسا على الجهاز ده واوقفه خالص. وبالمناسبه صحيح في حاجه، النتورك لود بالانس اساسا ما عندوش القدره ان هو يعمل ديتكت للسيرفيس ان هي وقعت ولا لا. يعني على ال 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 ال
لو كان الاي اي اس ذات نفسه هو اللي وقع الجهاز كهاردوير سليم صح، انما اللي وقع دي السيرفيس هيبعت له ريكوستيت، ما عندوش القدره الا ان هو يعمل ديتكت كهاردوير، لانه لو وقع كهاردوير بيبدا يبعت او بيبدا يبطل يبعت هارت بيت. تمام. لكن في برودكتس ثانيه عندها القدره كمان ان هي تعمل ديتكت اساسا للابلكيشن ذات نفسه وقع ولا لا، زي ابلكيشن اسمه اس كوم نفس الشغل بس يعمل ديتكت للسوفت نفسه. بس دي مشكله اصلا حزته، مشكله سيستم سنتر اوبريشن مانجر، ده مشكله اصلا حزته هو اصلا. ما انت عندك بقى في زي ما قلنا في ثيرد بارتي ابلكيشن تقدر تعمل الكلام ده. تمام. وفي بالمناسبه اجهزه هاردوير، في اجهزه هاردوير اساسا كمان بتعمل الكلام ده. يعني هم شو بس بيعملوا كل ده، الفكرة أصلا حسيتها أصلا مكلفة وكل حاجة، وبتيجي على حاجة اللي هي الهايفة اللي هي أصلا مش عارفين يحسنوها. هقول لك على حاجة أصلا احنا كنا قلنا عليها قبل كده يا عاطف، عادة في مايكروسوفت احنا عارفين إن أنا عندي مشكلة في الاستابيليتي صح؟ فعادة بناخد الفيتشر ونعرف نشغله، وبعد كده نشتغل على اوبريتنج سيستم تانية. او هو مصر يطلع الانترنت، هو مصر اساسا يطلع الانترنت، همسح له كيش. وبالمرة كمان CMD او DNS CMD على clear cache. البراوزر ذات نفسه هو كمان بيكاش، مش مشكلة. tshop dot com. واحنا موقفين الفيديو بس عملنا ديسيبل للكارت هنا، عملنا له انيبل تاني بس كان نهايه شويه. تمام. جينا بعد كده هنا دي المكنه اهي دي مطفيه، من هنا تيشوت دوت كوم دخل فعلا على ويب. تمام. تمام. في اي مشكله كده في النت بالانس خالص؟ خالص ابدا.